stand by for the last one. They are off and racing. انطلق الشوط السابع والأخير من مسافة 2200 متر على كاز مركز البحرين للمجوهرات بانطلاقة 9 من الجياد المستوردة تصنيف من 0 إلى 100. إذن البداية تذهب لمصلحة أمونج إيكوالز، هو اللي يتصدر السباق مع الفارس حسين مكي، بينما يلحق به ثانيا كراون أوف أراغون بقيادة الفارس علي حسن. كارتاغو بمحاداة السياج جاتي ثالثا، وبريشر بوينت في المركز الرابع. المرشح الثاني مدينة جميرة جاتي في المركز الخامس، وأيضا بجانبه يأتي جميرة غلوري في المركز السادس. المرشح الأول في ذي قدر السباق من البداية، بينما المركز الثاني هنالك أيضا كرونو فارغون بشعار الأخضر، والمركز الثالث أيضا بريشر بوينت بقيادة فارس بريد دويل. كارتاغو يحتل المركز الرابع، وأيضا جميرة غلوري في المركز الخامس. إذن هنا الدخول في المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية، ولا زال مونغ إيكويلز بريشر بوينت يتقدم الآن إلى المركز الثاني والمركز الثالث بمحاداة السياج كراون أوف أراغون. كارتاغو يحتل المركز الرابع، وجميرة غلوري في المركز السادس، وفي ذا جوتر في المركز السابع. هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهاية، 600 left to go، ولا زال مونغ إيكويلز هو اللي يتصدر السباق. هنا تغيرت الأمور الآن لمصلحة الجواد بريشر بوينت بقيادة بريد دويل. كارتاغو قادم بمحادة السياج وتأخر للمرشح الأول في ذا جوتر. إذن بريشر بوينت من نسل ووسيس دريم هو اللي يتصدر سباق بطل كاس عيد الوطني. إذن بريشر بوينت بقيادة بريد دويل لمصلحة سمو الشيخ نادر بن محمد بن سلمان آل خليفة. إذن بريشر بوينت هو بطل الشوط الختامي لهذه الأمسية. كارتاغو في المركز الثاني، مدينة جميرة في المركز الثالث، وفي ذا جوتر في المركز الرابع. إذن